داعش فرضت سيطرتها على محافظة الأنبار العراقية والحكومة تحشد لاستعادتها، خبر كان كفيلا بإعادة محافظة الأنبار إلى المشهد الجيوستراتيجي العربي من بابه الواسع. في الحقيقة هي لم تغب عنه منذ الغزو الأمريكي للعراق وحتى قبله، فالأنبار هي المحافظة العراقية الأكبر، إذ تغطي ثلث مساحة العراق وتضم نحو 53 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات المعدنية وإمكانية وجود موارد نفطية. مساحتها الممتدة على نحو 150 ألف كيلومتر مربع تربطها بحدود دول ثلاث، هي سوريا ب 600 كيلومتر مربع والأردن والسعودية. هذا الواقع الجغرافي كان كفيلا بتفسير وجود أرض خصبة لداعش في المحافظة، حتى حدودها الداخلية ساهمت في إعطاء الأنبار هذه الخصوصية، إذ يحدها من الشمال محافظة صلاح الدين التي لطالما هددت بالانفصال عن بغداد، وكذلك محافظة نينوى، ومن الجنوب الشرقي تحدها محافظتا كربلاء والنجف. وإن كان اعتقال النائب أحمد العلواني قبل أسبوعين بسبب رفضه فض اعتصام في الرمادي ضد الحكومة الشيعية كما سماها قد كشف الستار عن داعشيي الأنبار، إلا أن أسباب وجودهم تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير. الحدود التي ذابت إلى حد كبير ما بين سوريا والعراق سمحت إلى نوع من الهجرة المتبادلة، بل حتى التغذية المتبادلة ما بين القاعدة بفرعيها. طبيعة هذا المجتمع والذي كان فيما سبق يرتبط بعلاقات جيدة مع النظام السابق، سيما وأن أغلب أبناء تلك المحافظة كانوا منتمين إلى الأجهزة الأمنية ويتصدرون المناطق في زمن النظام السابق، وبالتالي عملية التغيير التي حدثت في العراق ما بعد عام 2003 أضرت بشكل كبير في بأبناء تلك المحافظات. أضف إلى ذلك ما يعتقده أو تعتقده الأنبار كمكونات مجتمعية عشائرية بأن النظام الجديد أقصاهم إلى حد كبير عن طبيعة ممارسة بعض السلطة على مستوى السلطة الاتحادية، وأيضا طبيعة ما لعبت عليه القاعدة من ورقة طائفية هناك في الأنبار استطاعت أنها تحشد وتشحن. اعتبرت الأنبار بسكانها الذين يقارب عددهم مليونين معقل المقاومة العراقية للغزو الأمريكي. تكبد الجيش الأمريكي في أكبر مدنها الفلوجة التي لم يتمكن من دخولها سوى بعد استخدام الكيميائي، وفي عاصمتها الرمادي أفدح الخسائر. وبعد ذلك استمرت المحافظة في المقاومة، حيث انطلق فيها أواخر عام 2012 ما اصطلح على تسميته انتفاضة الأنبار، بعد عملية دهم واعتقال طالت حراس وزير المالية رافع العساوي القيادي في قائمة العراقية المعارضة للمالكي وأحد وجهاء الأنبار. لكن الحراك سرعان ما تخطى الشرارة الأولى ليشمل مطالب أوسع بكثير فيما حاولت الحكومة فضه بالقوة. يذكر أن العشيرة السائدة في الأنبار هي قبيلة الدليم، إضافة إلى زوبع وعشائر أخرى، وإلى جانب القوة تراهن الحكومة على بعض عشائر الأنبار لمساعدتها في مواجهة داعش.